تنطلق اليوم مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لكرة القدم بمواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي الكويت بمنافسه السلمية، فيما يواجه النصر نظيره العربي. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي. أولى مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لكرة القدم يواجه نادي الكويت نظيره السالمية على استاد الصداقة والسلام. الأبيض القادم من فوز صعب بالركلات الترجيحية أمام التضامن بعد انتهاء اللقاء والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، لتتجه المباراة لركلات الترجيح والتي ابتسمت للكويت. أما السماوي القادم من فوز بشق الأنفس أمام الشباب بهدف دون رد يلقى نفسه أمام اختبار صعب ضد الكويت. كما يصطدم فريق العربي بخصمه النصر على استاد ثامر في ربع نهائي أغلى الكؤوس. يدخل الأخضر لقاء اليوم بعد أن تأهل بسهولة إلى هذا الدور بفوزه الكبير على اليرموك بستة أهداف مقابل هدف، فيما يدخل العنابي المواجهة إثر انتصاره بصعوبة على الجهراء بهدف نظيف. ويسعى العربي لمواصلة صحوته في الفترة الماضية بوصوله إلى نهائي كأس سمو ولي العهد حفظه الله والقفز إلى وصافة الترتيب في الدوري. أما النصر فقد خرج من كأس سمو ولي العهد حفظه الله وحل في المركز السابع في الدوري، ولذلك يطمح لتعويض هذه الإخفاقات والوصول إلى نهائي أغلى الكؤوس. Thank you.